فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يقول: ما المقصود بالعدو؟ نعم، إنهم يحملونكم على ما لا ينبغي، تطيعهم في معصية الله، تطيع الولد في معصية الله، تطيع الزوجة في معصية الله، هذا معنى العداوة. نعم، فضيلة تطلب منك ما لا يجوز تطيع تعطيه، تطلب الزوجة منك ما لا يجوز فتعطيها إياه. نعم فضيلة الشيخ، تطيعه في معصية الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم استخدام بخاخ الربو في الصلاة؟ كذلك تتركه، ما توقظه للصلاة ولا تأمره بها، هذا من الفتنة. كون في الداريه تقول هذا أرفق به وهذا تعبان وهذا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، من يصلح عدو اللي يحملك على معصية الله، لا تخشى بالله لو مثلها. نعم.